الستة يا شباب. الواجب بتاع المراجعة الستة كان بادئ من القطعة صفحة 26، المجموعة الستة في القطعة. القطعة الستة أو المجموعة الستة بتقول أول قطعة ليبي جروسا، وكاتب القطعة دي كاتبها ولد اسمه أدريان. فأدريان دوت كاتب لصاحبه دينيس بيقول له تو هاست شون لانجي، أنت لمدة طويلة نشتس فون مير جيهرت، لم تسمع عني كثيرا. لايضا للأسف فورد راي موناتر منذ 3 شهور، حاولت تجمع معلومات القطعة دي عشان قطعة كبيرة. منذ 3 شهور حاطي إيش أينين فراد أنفال، يعني حادثة بالعجلة. أين أوتو فارر، يعني سواق عربية. ماله حاط نيشت أوف جباست، ما خدش باله. إيش بين فون فراد من العجلة جفالين وقعت. إيش موست إنسكرانك هاوس، أنا كان لازم إلى المستشفى وكنت هناك درايف وخم 3 أسابيع. دان ثم دان بعد ذلك نوخ أيضا 5 أسابيع جدورت بيس، حتى أنا فيدر مرة أخرى كنت فيت يعني لائق بدنيا. يبقى أنا قعدت في المستشفى 3 أسابيع، ثم قعدت كمان 5 أسابيع لحد ما رجعت بقيت فيت. امبارح فيدر مرة أخرى بالعجلة إلى المدرسة وإلى باسكت بول ترينينج، باسكت بول ترينينج جفارين، ذهبت إلى تمرين الباسكت. إن أينر إن فير فوخن بعد 4 أسابيع إست أين جوزيس تغنير إن شتوتغارت، وده اتفقنا إن هو مسابقة أو يعني بطولة في مدينة شتوتغارت. وأنا ميت شبيلي لازم ألعب أم بدينكت حتما ولا بد. فالبطولة هتتعمل في مدينة شتوتغارت بعد 4 أسابيع. هيرمان اسمع، ماين إلتر الوالدين عايزين في زمر فيرين أجازة الصيف كل العائلة كامبينج بلاتس، معسكر تخييم في زود فرانكرايش في جنوب فرنسا، جايين يروحوا يعملوا كامبينج في معسكر أو في جنوب فرنسا. زول أنجي لمدة طويلة فقط مع عائلتي، أجد أنا أيم بروبليم، بقى لي مشكلة كده كبيرة. فينيس دون إيش تبيت كومن، ما تجيش معانا. ماين يلتن الوالدين فولين عايزين في تاريخ 16/7 اللي هو أم سيشت سنت نزيبتي لوس فارن، وفي تاريخ 5/8 فيدر مرة أخرى يرجعوا إلى المنزل. إشهابي شون مايني ألتر نجفراكت، سألت الوالدين زي فيندين داس جوت، يجدوا هذا جيدا. فين دايني ألتر، لو الوالدين بتوعك أوخ أوكي، يعني الوالدين عندي أوكي، لو الوالدين عندك أوكي هناخد سلت فير أونس، هناخد خيمة لينا احنا الاثنين بعيد عن العيلة. اشتراند اللي هو الشاطئ رائع، هنركب عجل او لايهن، هنأجر عجل ونعمل جولات ورحلات. طيب ايه بقى السؤال الاول، بيقول فاروم لماذا كتب ادريان او لم يكتب له منذ مدة نيش لانج، او لماذا لم يكتب ادريان منذ مدة، لان هو هاتي كان عنده أنفال يعني حادثة، ما كانش عنده أجازة، ما كانش عنده مسابقة، ما كانش في جنوب فرنسا. أي الرياضات اللي بيلعبها أدريان واضحة جدا، باسكت بول اللي هي رقم دي. 3 لماذا كتب أدريان هذا الخطاب إلى دينيس، هو عاوزه أو هو عاوز دينيس يأتي إلى بطولة الباسكت؟ لا. طب هو عاوز في شهر يوليو يزوره؟ لا. طب هو عاوز دينيس معاه يسافر أجازة؟ أيوة، رقم سي هي اللي صح. 4 كم المدة يريد أو تريد العائلة أن تروح قد إيه؟ بص يا ولاد، إحنا لو حسبناها من فوق وما يروحوا 16/7 يعني في نص 7،
يعني هيقعدوا من 7 أسبوعين وهيرجعوا 5-8، يعني تقريبا خدوا من 8 أول أسبوع يعني تقريبا 3 أسابيع. طيب هما يقعدوا قد إيه؟ تقريبا 3 أسابيع. يبقى الحل رقم إيه؟ حوالي 3 أسابيع. ودي جملة تعتمد على فهم القطعة جدا. طيب ليه رقم بي غلط؟ بيقول لك دين جانز يوليو يعني شهر يوليو بالكامل، لا هما يروحوا يوم 16. طب ليه التانية غلط؟ هيقعدوا شهرين اللي هو يوليو واغسطس اكيد، لا هيقعدوا حتى 13/7، لا لا لا. طيب رقم 5، ما رأي ماذا يقصد الوالدين بتوع الولد ادريان الى في الخطه، ايه رايهم في الخطه بتاعت ابنهم؟ زاجن اب يعني يرفضوا، عاوزين مع دينيس يتحدثوا، ما جابوش سيره كده. اشتمن سو دي معناها موافقين، يبقى سي هي اللي صح. اي المعلومات صحيحه؟ جنوب فرنسا تعجب الولد دينيس، نيشت لا تعجبه، ما قالهاش. ادريان هيسافر الكامبينج اول مايو، غلط. سوري، سوم ايرستمال لاول مره، غلط. لان هو قالك انا مع يعني بص فوق، قالها فين؟ هو ما قالش ان هو هيسافرها لاول مره. زولانجي الوالدين عايزين في الاجازه يسافروا مع العائله كلها الى كامبينج في جنوب فرنسا. ومطلوب بقالي كتير فقط مع العائله، عندي مشاكل تيجي معانا، الوالدين عايزين يروحوا ومره يرجعوا، وانا الوالدين قلت لهم. طب نشوف كده الاجابات اللي تحت يا اولاد، ايه اللي هينفع تاني؟ ادريان مش هيروح، مش بيحب يسوق العجله، لا دي غلط، هو بيحب يسوق العجله بدليل ان هو كان بيركب عجله وفي الاخر قال له هنأجر عجله. ادريان هياخد سلت يعني خيمه فقط له وصاحبه، يبقى هي دي اللي صح، فهو ما راحش الاول مره. طيب اللي بعدها القطعه الثانيه فيها فكره جديده تماما، 3 شركات. واحده اسمها، بص العنوان بيقول لك اقرا الاعلانات الاتيه، شركه اسمها كمبيوتر نوت دينست، ده اسم الشركه، شركه اسمها ليدر، شركه اسمها كومبيو ماكس، كل واحده فيهم بتقدم حاجه وهسالك عليهم تحت، فكره جديده خالص. الشركه اللي اسمها نوت دينست بتقول ريبراتور يعني بنصلح، يبقى ما بتبيعش، بنصلح بيرفكت بشكل كويس، برايس فيرت بسعر كويس، تجلش فاتحين يوميا من 8 لـ22، ايضا نهايات الاسبوع وايام الاجازات، يبقى الشركه دي لا ما بتقفلش خالص. رقم 2، ليدر اللي هي الشركه بتقول زوندر انجبوت عرض واوكازيون، جروسي فيركافس اكسيون يعني عرض كبير للبيع، بنبيع كمبيوتر وبي سي ودروكر ومودن واليس نوي كله جديد، وايضا جبراوخت مستخدم بجنستنج برايسن باسعار معتدله، وده عنواننا تحتها. كمبيوتر ماكس دي بقى عامله حاجه جديده خالص، ريبارين زي صلح حضرتك زلبست بنفسك، عن طريق الكورسات بتاعتنا سوف تصبح سبيسياليست يعني متخصص خصوصا في الكمبيوتر واللابتوب، يبقى دي بتقدم كورسات ازاي تصلح. قطعه فكرتها جديده خالص، اول سؤال بيقول لك تقدر زلبست بنفسك تصلح الكمبيوتر، ايه الاعلان اللي يناسب الكلام ده؟ الاعلان رقم 3، يبقى الحل سي. رقم 2، باي نوت دينست في الشركه اللي اسمها نوت دينست بيعمل للواحد، نوت دينست اللي هي اول واحده اللي هي بتصلح، يستطيع المرء ريباريرت يعني ايه؟ يصلح كمبيوتر بتاعه. 3، أين يستطيع المرء أن يشتري كمبيوترات بسعر رخيص؟
انا رايي رقم اثنين اللي هي اللي انا معلم عليها سهمي دي، رقم اثنين دي اللي انا معلم عليها سهمي دي، هي دي اللي هي شركه ليدر. فين؟ هنا. ما هو الصحيح؟ كمبيوتر فيرما ليدر اللي هي الثانيه بتبيع فقط كمبيوتر جديد؟ لا مش فقط، بتبيع قديم وجديد. ايوه رقم بي. طب رقم سي بتبيع اجهزه كهربائيه؟ غلط، بتبيع كايني ما بتبيعش كمبيوتر. غلط. رقم خمسة، كمبيوتر نوت دينست اللي هي الاولى تكون فاتحه يد انتاج كل يوم. كمبيوتر ماكس اللي هي اخر واحده بتقدم ريبيراتور كورس، يعني كورس بتعليم الصيانه. كده القطع خلصت. نروح مع بعض على القواعد، صفحه 74، القواعد بتاعت افعال وضمائر الضطيف اللي هي الافعال يا اولاد اللي بتحول للضمائر للضطيف، صفحه 74. ايه يا اولاد؟ دي بيرسونال برونومين ام ضطيف. هفكركم بيهم على السريع كده. ايش مير دو دير او اس ايم زي اير زي اينينج هول الكلاين لاحترام اينينج غوس فير اونز اير اويش. جيهرت بتعمل ضطيف يبقى مش هياخد غير مير. شتيت بتعمل ضطيف والكلام هنا على ولد اسمه مارك هاخد ايم. كوخن يكون، الطبخ يكون، هواية نهى فهشتري لها هي تبقى اير، كل ده لطيف. أربعة، كيف تعجبك يا فراو يبقى احترام تبقى اير الثانية. يا أطفال نداء للجمع يبقى أنتم تبقى أويش. يا سارة ماذا يجعلك أنت تبقى دير سعيدة أو يجلب لك لك السعادة. طبعا يا سارة يعني أنت. هنا بقول يا هير نقط حضرتك النظارة، قال أيوة بتاعتي، يبقى يخصك تبقى جيهورت، اخترتها بالترجمة. هل هذا منزل مارتينا وأنا؟ دول هما تبقى إينين. أيوة يخصهم هما، ودي غلط عشان جيهورت ده بيعمل لطيف. ماين فاتر ليست جيرن، بابا بيحب يقرأ، هجيب له هو تبقى إيم، ودي غلط عشان برينجن ده هيعمل لطيف. مير في حالة الضطيف فالسؤال بتاعها هيبقى فيم. براد فورست يعني السجق المشوي على طول، يبقى شمكت بتاعت المذاق. كيف يعجب ماريا الفستان؟ ماريا هي تبقى اير، وجفلت هو اللي بيعمل ضطيف. رامن البرواز يعجبني وانت تبقى اوندي دير. ليه مش اوندي دو؟ اوندي ده حرف عطف، اللي قبله في حالة الضطيف يبقى اللي بعده في حالة الضطيف، اللي قبله عادي يبقى اللي بعده عادي. بص يا ولاد الجملة 13، لما بقول لواحد ايش هايس محمد اوندي دو، لان ايش فاعل يبقى دو فاعل. لما اقول لواحد داس جيفيلت مير هذا يعجبني اوندي دير، لان مير ضطيف يبقى دير ضطيف. طيب رقم 14 بقول فيها دي بيرجن الجبال، دي برج الجبال تعجبني وهي رائعة. طبعا الجبال تعجبني تبقى جيفالن اكيد، لأن الجبال مش هتخصني ولا يعجبني طعمها ولا تناسبني. 15 تخص السيارة أستاذ رامي، قال أيوة تخصه. الأستاذ رامي هنا ما يبقاش احترام، يبقى هو تبقى إيم. كيف تجد أنت اللابتوب بتاعي؟ قال له اللابتوب مير يعجبني ولا اشتريه ولا يناسب ولا يجد، لا جفلت يعجب، خاصة أن مير لطيف فلازم اختار فعل لطيف، فين دي مش هتمشي. 17 يا استاذ كوخ عجلة حضرتك؟ قال له لا لا تخصني انا تبقى مير. زميلي عنده مشكلة انا اساعده، زميلي يبقى هو تبقى ايم، ودي غلطة اولاد تبقى ايم اي اتش ام. رقم 19 يا ماما ماذا احضر انا؟ يا ماما يبقى لك أنت تبقى دير. يا فراو يبقى احترام تبقى إينين كبيرة عشان اشتيتها يعمل لطيف. ازيك يا هلجة كيف الحال؟
لما اقول لي هيلجا كيف الحال فترد عن نفسها بانا تبقى حالي انا تبقى مير. البلوزة انت جدا، قالت شكرا يبقى تناسبك يبقى شتيت. باصت غلط عشان الاي ان ما تجيش مع البلوزة المفرد، الاي ان دي تيجي دايما مع الجمع. طب ليه مش جيهارد؟ انا مش اقول لها البلوزة تخصك جدا. رقم 23، ماذا تقولي انت على البنطلون؟ فصاحبتك او صاحبك قال لك نمزي خده، يناسبك انت او انت تبقى دير. 24، روت اللون الاحمر طالما لون يبقى شتيت، انما بسط ما تجيش مع اللون، شمكت ما تجيش مع اللون، فندل ما تجيش مع الضطيف. 25، ليزا ومونيكا نجحوا في الامتحانات، هنهنئهم هما، تبقى هما اينن مش زي عشان جيغاتيولين هيسبب حالة الضطيف. 26، علا كان عندها عيد ميلاد، انا اهديت لها هي في الضطيف تبقى اير مش زي عشان جيشينكت هيعمل ضطيف. ماخت شباس بيعمل ضطيف، الوحيدة اللي تنفع أنس. 28، توت فيه بيعمل ضطيف، فأنا بسأل واحد بقول له ماذا يؤلمني أنا؟ مستحيل أقول له ماذا يؤلمك أنت. 29، يا هير كيف يعجب حضرتك احترام تبقى إينن والآي كابتل. 30، جوك مال يعني بص، هنا يكون 2 بلوزة، أنهي تناسبني؟ رقم 31، الإجابة فيها لاند شافت، ولاند شافت دي عن الطبيعة والاسم غير عائل يسأل عنه بفص. 32، فراء وضحى ساعدت نقط في الاختيارات، أوز فالي عن الاختيارات، ساعدت دي بتعمل لطيف. الاستبعاد يقول ان ايش غلط ودي غلط ودي غلط، اخد مير عشان هي الوحيدة اللي في حالة الضطيف. 33، ماذا اشتريت انت للوالدين؟ قال لي انا اشتريت لهم هم تبقين ان والاي كلاينت صغيرة. طيب رقم 34، هير اون ديفراوزك وبعدها كومة يبقى نداء للاحترام، والاحترام ينفع مفرد وجمع. يعجب حضراتكم الاكل، حضراتكم تبقى اينن. خلي بالك يا ولاد احنا واخدين زمان ان زي بتاعت الاحترام تمشي مفرد وجمع. 35، البلطو نقط هدى، المقاس، ايوه اقفش كلمه المقاس ديت، تقول لك خد كلمه بسط، لان احنا متفقين ان بسط بتاعت الضطيف. طب اللي بعدها بيقول شاو مال بص، البنطلون اللي هنا عجبني، قال له ولكن لا يناسبك انت دير. رقم 37، هلو لويتي ازيكم يا جماعه يا ناس، كيف حالكم انتم؟ تبقى اويش لان هنا بكلم مجموعه، لويتي يعني ناس. يا اطفال يعجبكم انتم الفندق؟ قالوا يعجبنا او نحن نجد جيد، يبقى نحن ليا فير. طب ليه مش انس؟ فندل ما بيعملش لطيف، خلي بالك، يبقى دي ما تنفعش. ماذا تشتري انت للمدرس؟ اداته دير تحول الى دم. طيب هنا الاجابه فيها دير، ودير ده في حاله الضطيف، يبقى السؤال على الضطيف بفيم كده. يبقى خلصنا القواعد، نروح للمواقف صفحه 120. مواقف يا اولاد، اول موقف، وخلي بالك يا اولاد المواقف دي مهمه جدا. في فيل ضامي سيدة بتكلم بأمتر موظف، بتقول له في فيل فريش بنت، ما مدة التأخير بتاعت القطر؟ فهو لازم يجاوب بمدة، فقال لها يا حاجة حوالي 15 دقيقة اللي هي سي. طيب ديت غلط، لأن بيقول لها في تمام الساعة كذا، دي ما ينفعش مدة، الرصيف مش مدة، القطر ليس منضبط، مش إجابة على المدة. 2، أنت تكون في مدينة وتعرف الطريق إلى أبيت سيد بنك نشت، مش عارف بنك اي بي سي فين، فأنت هتقول
اول واحده كيف اصل انا الى البنك؟ دي تمشي مع ده. طب ليه ما اقولش بي ما اسم البنك؟ ده مش سؤال على الطريق. متى؟ مش سؤال على الطريق. هل يوجد بنك؟ انت عايز البنك؟ لا، انت عايز طريقه لانك رايح البنك. ثلاثة، شخص بيسألك على فلوج نمر. رقم رحلة الطيران اللي لازم يبدأ بإل إتش، يبقى بي. انت بتقول على رصيف 8، يبقى حد سألك ايه؟ يبقى انا اقرأ اربع اسئلة واشوف مين اجابته ينفع كده، فغالبا السؤال هيبقى رقم بي. ليه؟ اول واحد متى يأتي القطار؟ اجابته ما تنفعش على رصيف 8. طب رقم سي، هل القطار لديه تأخير؟ اجابته ما تبقاش على رصيف. طب اين يقف بص الاتوبيس؟ الاتوبيس كلمة جلايس معناها رصيف بتاع القطر، يبقى رقم بي اين يقف او اين سينطلق قطار مدينة لايبزيغ. خمسة، اوف ديرش راسي في الشارع هديش اين فريم درمان، رجل غريب جفراكت سألك وانت جاوبته حوالي 250 متر، ماذا كان سؤاله؟ على طول كم المسافة تبقى في فايت. ستة، أمشلتر في شباك التذاكر تطلب أنت معلومة، ما المقولة التي تناسب؟ هتقول له معذرة أنا محتاج أوس كونفيت، وإحنا قلنا كلمة أوس كونفيت بتساوي كلمة انفورماسيون يعني معلومة. رقم سبعة، اذهب حضرتك إلى الأمام ثم شمال، متى تقول ذلك؟ لما تبقى أنت لا تعرف الطريق، غلط. لما تبقى أنت غريب في المدينة، غلط. لما شخص يسألك على الطريق، صح. فلما شخص يسألك على الطريق تقول له امشي على طول ثم شمال. تمانية، الخطاب يكون ضروري وأنت تبحث عن بوسطة مكتب بريد، فماذا ستسأل؟ هتقول لهم أنا حقا استلمت جواب عايز أقرأه؟ لا طبعا. هتقول لهم لو سمحت هابي ايش بوست، وانا عندي النهاردة بوستة زي ما تكون مدير الشركة يعني؟ لا. معذرة، متى يكون مكتب البريد او مفتوح؟ لا. يبقى رقم اربعة اللي هي معناها معذرة، هل يوجد هنا مكتب بريد اندرنيه قريب؟ رقم تسعة، انت محتاج تذكرة سفر الى الاقصر ولذلك ذهبت إلى شباك التذاكر أنت، وهنا يقول بأمطر الموظف. أيوة، هنا بقى في ملحوظة، أنا مش عايز اللي أنت هتقوله، أنا عايز اللي الموظف هيقوله. فالموظف هيسألك رقم سي أينفخ ذهاب ولا ذهاب وعودة. عشرة، رجل في محطة القطار لديه جوع وعاوز يأكل، أنت هتقول له أكيد هتوصف له رقم بي أمامك يكون إمبس مطعم وجبات سريعة. 11، إلى أين تسافر أنتم؟ يبقى أنت عاوز تعرف المسافة؟ لأ، ريشنونج الفاتورة، رقم الرصيف، لأ أنا عايز أعرف فارة سيل اللي معناها اتجاه السفر. 12، أنت بتجاوب وتقول لأ، هي حضرتك تقدر تروح تسوفوس مشي؟ لا اروح مشي. السؤال، هل البوسطه بعيده عن هنا؟ دي تنفع، يعني ينفع واحد يقول لي هل البوسطه بعيده عن هنا، فانا اقول له لا يا عم الحاج روح مشي. رقم 13، انت بتقول حاجه للموظف، قلت له لو تكرمت حضرتك احجز لي طيران لاسبانيا، فالراجل سألك سؤال ايه هو؟ الى اين تسافر؟ غلط، لان انت قلت له اسبانيا. من اين تكون؟ انت مال اهلك؟ ماذا تريد؟ ما انا قلت لك عايز تذكرة، كل ده غلط. فهو يقول لك اوكي، متى تريد ان تسافر؟ هتسافر امتى؟ دي اللي تنفع هنا. طب رقم 14، الموظف بيسأل بيجاوب بيقول حضرتك هتاخد للأسف التوصيلة والمواصلة التانية من مدينة لايبزيغ. إيه السؤال اللي سأله فارجاست
المسافر هيقول له أين يجب أن أركب المواصلة؟ لا، إحنا متفقين إن أنشلوس دي بترتبط في اختياراتها بالكلمة دي اللي هي أومشتايجن، اللي هي أين يجب أن أبدل المواصلة. 15، رجل بيجاوب بيقول الطائرة ستصل الساعة 12:30. ده معناه إن أنت في المطار وبتسأل على موعد الوصول. تهيألي دي صح. رقم 1 في المجموعة الثانية، أختم بتحذير ليبي فارجستي السادة المسافرين، القطار المسافر إلى كل سينطلق بعد 10 دقائق. ده معناه إن القطر هيتأخر 10 دقائق، وما قالش هيتأخر. طب إن الوصول بعد 10 دقائق؟ لا. طب إن القطر عنده 10 دقائق تأخير؟ هو ما قالش. هو رقم دي تمشي إن السفر سيكون في خلال 10 دقائق، ورقم إيه معناها؟ إن أنت في المحطة وبتسمع دور شيزاجي بيان من الإذاعة الداخلية، يبقى هنا رقم بي ورقم إيه. 2، أنت بتقول أفت غالبا مع بالعجلة ولكن أحيانا باخد الأتوبيس. يبقى حد سألك أولا على فيركيرس متر وسيلة المواصلات، ثانيا سألك كيف تذهب إلى المدرسة، يبقى إيه وبي. المجموعة رقم 3، شخص بيسألك في أفت كم مرة، وطالما كم مرة يبقى آخد حاجة تنفع إجابتها كم مرة. هاخد رقم بي اللي معناها كل ساعة، وهاخد رقم إيه اللي معناها مرتين في اليوم. شخص بيسألك عن الطريق إلى البوسطة وأنت لا تعرف، هتقول له اللي أنا قايلها لك اللي هي 1 تطمير لايت، آسف إشبين فريم، ده أنا غريب، أو هتقول له لايدر إشبين نشتفون هير، أنا مش من هنا، والاتنين دول كانوا موجودين. رقم 5، أنت في الشارع وشخص سألك على مكان ريستورانت مطعم، فأنت هتقول له ضافرني أمامك على الناصية، أو هتقول له امشي فايتر على طول كمل ثم تاني شارع يمين. الاتنين دول ينفعوا. طب ليه الباقي غلط؟ واسألني على المكان، فأنا مش هقول له المطعم الطعم عنده مش حلو، مش هقول له المطعم غالي، مش هقول له هنا يوجد كافيه، هو مش عايز كافيه، هو عايز ريستورانت يعني مطعم. وبكده يا أولادي احنا خلصنا المواقف صفحة 120، ويبقى خلصنا الواجب بتاع الملزمة رقم 6 إن شاء الله بإذن الله، في انتظار الواجب بتاع المراجعة 7. ربنا يوفقكم. ألماني بيتقفل. السلام عليكم.